إذن نذهب مباشرة إلى سعادة الدكتور صالح بن عامر الخروصي سفير السلطنة المعتمد لدى دولة الكويت. مساك الله بالخير سعادة الدكتور. مساك بالخير أخي الكريم. أهلا وسهلا. يا مرحبا وسهلا فيك وسعيدين بالتواصل معك. وأنا أسعدك سعادة الدكتور. طبعا تابعنا تصريحك في جريدة السياسة الكويتية ونحن على بعد يمكن أيام من دخول قرار حظر تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات في أماكن الحظر اللي أعلنت عنها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني حيز التنفيذ. فكيف تابع أهلنا وأخواننا من المستثمرين الكويتيين ومن أصحاب الممتلكات ممتلكات الأراضي هذا القرار؟ وهل تشعر فعلا سعادة السفير أنه الصورة وصلت لهم بالطريقة الصحيحة؟ لأن سمعنا عن بعض الحالات أنهم يعني بادروا في بيع ممتلكاتهم في أماكن في الحقيقة ما يشملها هذا الحظر. نعم، هو قضية وضوح المسألة بالنسبة للمستثمر الكويتي ما عندي مقياس لها، ولكن ما في شك أن في تفهم أيضا بأن القرار هذا صدر بالنسبة للناس المعنيين قبل حوالي سنتين، المرسوم صدر في سنة 2018. نعم. ومثل ما تفضل أيضا أن في كان وضوح في تحديد الأماكن والمناطق اللي محظور فيها تملك غير العمانيين، ومن خلال التواصل معهم عبر وسائل الإعلام وعبر الطرق الأخرى أيضا يعني تم توضيح للمستثمر الكويتي على طبيعة المرسوم والأماكن اللي ممنوع التملك فيها وأيضا الإجراءات المتخذة. فأتمنى أن تكون الرسالة وصلت، وإذا كان عند البعض ما وصلت عندنا وسائلنا للتوضيح. وبشكل عام يعني المسألة واضحة. نعم، ما هي أبرز الاستفسارات التي تردكم سعادة الدكتور؟ الاستفسارات ترد فعلا مثل ما أنت أشرت في مقدمتك، هي في بعض الأماكن غير المشمولة بالمنع. الناس تسأل هل ممنوع فيها ولا ما ممنوع فيها؟ طبعا ربما لأن البعض ما يعرف تقسيمات الإدارية وتوزيع المحافظات كيف يلتبس عليه الوضع. فإحنا دائما نوضح على أن الأماكن هذه المحددة معروفة، وبالإضافة إلى ذلك هناك حرص من حكومة السلطنة على أن يتم الموضوع بشكل سهل سلس وما في أي تعقيد. يعني كل من باع كل من امتلك أرض أو عقار في مناطق يمنع فيها التملك بحكم المرسوم السلطاني فإنه يتم يعني بيعها و شراءها من قبل المواطن العماني وفق آلية معينة محددة. نعم. فهذه هي أحيانا يصير بعض الخلط في بعض المناطق يعني. نعم، وأتوقع سعادة السفير هناك في حرص أن تكون في مرونة في تطبيق هذا القرار، ومثل ما تم الإعلان يعني هناك مهلة معينة لمن لم يسعه الوقت في يعني اتخاذ الإجراءات في نقل هذه الملكيات أو بيعها أو غيرها. نعم، هو طبعا المرسوم أشار إلى مدة سنتين تنتهي في نوفمبر 2020 الشهر القادم. نعم. بالإضافة إلى أن هناك صلاحية ممنوحة لمعالي وزير الإسكان والتخطيط العمراني للتمديد لسنة أخرى إضافية حسب الحالات، يعني كل حالة تدرس بعناية من قبل الإخوان المسؤولين بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني ويتم التعامل معها بشكل إيجابي، يعني ما في أي تعقيد في المسألة. هناك حرص على أن المستثمر سواء كان كويتي أو خليجي أو من أي جنسية أخرى يعني يصل موضوع بمنتهى الشفافية ويتم التعامل مع الموضوع بسهولة. نعم، تتوقع سعادة السفير الآن جائحة كورونا ونعرف كيف لخبطت يعني الأوراق، هل تعتقد أن هذه الجائحة شوية تمثل تحدي أكبر للمستثمرين وأصحاب الأملاك في أنهم هم ينقلوا الملكية أو يبيعوا الأراضي اللي موجودة في أماكن الحظر؟ ممكن اللجوء إلى التوكيل، توكيل المواطن الكويتي لأحد المكاتب العقارية في عمان أو للمواطنين عمانيين مثل ما يرد إلينا في السفارة بإنهاء الإجراءات الخاصة ببيع العقار. نعم. فما في إشكال، يعني صحيح أن الآن يعني السفر والتنقل بالطائرة أو بالسيارة أو بأي يكون من وسيلة الآن أصبح في تحدي بسبب ظروف كورونا الموجودة طبعا في عمان في الكويت، لكن في التوكيلات موجودة وهناك
يعني انسيابية في الموضوع، ما في ما نعم. في تعطيل يعني. نعم سعادة الدكتور، أكدت في تصريحك على حرص السلطنة على الاستثمارات الكويتية في السلطنة وعلى المستثمرين وخدمتهم على أكمل وجه. رسالة أخيرة تحب توجهها لجميع المتابعين وبعضهم يتابعون من دولة الكويت، تأكيدا على حرص السلطنة فعلا في يعني وجود المستثمر الكويتي بكل أريحية في السلطنة. نعم أنا أولا أريد أشيد بمبادرتكم الكريمة يعني تحريك الموضوع أو بالتنوير في الموضوع، لأن هذا وسيلة الإعلام وسيلة ممتازة ولتوضيح المواقف ولخلق علاقات يعني فعالة بين عمان والكويت. ثانيا أنا فعلا أريد أؤكد إلى أن على أن المستثمر الكويتي مرحب به تماما وله كل التسهيلات وكل الإجراءات التي تكفل يعني أن تكون هذه العلاقة علاقة متينة، ويعني الاستثمار الكويتي في عمان والمستثمر الكويتي في عمان يعامل معاملة المواطن، وهناك عندنا يعني أراضي وعقارات كثيرة في مناطق، يعني الآن المنع في 4 محافظات فقط وعندنا 6 محافظات غير مشمولة بالتملك فيها بمنع التملك فيها. بالنسبة لمحافظة ظفار طبعا صلالة غير ممنوع التملك فيها، ومعظم استثمارات الإخوة الكويتيين في محافظات غير ممنوع التملك فيها، فهذا يعطي دلالة على أن الوضع يعني طبيعي. بالعكس هناك في تحفيز في محفزات كثيرة لمزيد من التعاون في هذا المجال وفي غيره من المجالات أخرى. نعم بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لك سعادة الدكتور صالح بن عامر الخروصي سفير السلطنة المعتمد لدى دولة الكويت، شكرا جزيلا. شكرا يعطيك العافية سعادة الدكتور.